حاجات كتيرة كنا محتاجين نقدمها للمسنين، زي مثلا معاش يضمن لهم حياة آدمية، زي مثلا انهم يتمتعوا بكل حقوقهم السياسية والاجتماعية، يكون ليهم في كل المقار الحكومية موظف مختص يساعدهم في انه يخلص ليهم كل اوراقهم من غير ما يقفوا في طوابير وزحمة، كمان برضو يكون ليهم مشاركة ايجابية في الحياة العامة، سواء كانت المشاركة دي سياسية او اجتماعية او ثقافية. فوق ده كله لازم يكون في تشجيع لمنظمات المجتمع المدني انها تشارك في رعاية المسنين أو كبار السن، كمان يكون لكبير السن نسبة خصم فعلية على المواصلات العامة، مش بس المواصلات العامة، يكون في خصومات على رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، المراكز الثقافية، في المسارح، المتاحف، المواقع الأثرية. كمان يكون في قانون يضمن حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، يضمن إعادة تأهيلهم، يضمن إدراك حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وكمان يبقى في برامج للتنمية المستدامة، يبقى في جزء يراعي حق كبير السن. أيضا المسن اللي بيدخل دور الرعاية لازم يبقى في قانون يضمن ليهم إنه قبل ما يدخل يكون هو اصلا موافق انه يدخل، مفيش جبر على انه يدخل اي كبير سن دار، اي دار من دور الرعايه ما ينفعش. كمان يراعي انه يكون ليه ضمانه زي مثلا مبلغ شهري يقدر انه يعيش بيه، يقدر انه يكفي حاجته. حاجات مهمة جدا جدا لازم نشوفها تكون حاصلة لأهالينا من كبار السن. خلوني أرحب بضيفتي يعني وصديقتي أيضا النائبة نشوى الديب، اللي هي شاركت في إعداد هذا المشروع القانون المهم جدا. أهلا بيكي معانا في مصر جديدة، منورانا، بقالنا كتير ما شفناش بعض. صحيح، مساء الخير عليكي ومساء الخير على السادة المشاهدين. الفكرة يعني مهمة جدا وحلو جدا ان احنا نعترف بما قدمه لنا كبار السن. ما ينفعش ان انا يعني كدولة ما بقاش بعمل اهتمام كبير ورعاية واحتضان لكبير السن ده اللي عمل حاجات كتيرة ومحتاج انه يكرم وبالاخر يدلع. بالظبط، محتاج يتدلع. طبعًا. مش كده؟ طبعًا. طيب اولا احنا عندنا في مصر كم واحد يعتبر في فئه كبار السن؟ هو ما يقرب لسبعة مليون. تمام. هو 6.8 مليون انسان مسن. وخلال سنوات مش بعيده هيكون عدد المسنين اكبر من عدد الاطفال من يوم لخمس سنوات. ده معناه ان احنا مقبلين على عدد كبير جدا ونسبه كبيره جدا من السكان مصر اللي هيكونوا مسنين. طب المسن او كبير السن ده، عشان انا نفسي كلمه مسن دي شايفاها كلمه تقيله، يعني لو احنا نغير الكلمه وتبقى كبير السن، هو زي سينيور سيتيزن كده، يعني احنا بنكرمه مش بنقعد نقول له انت بقيت مسن، انت عجزت. وفي ثلاث كلمات بتتقال لهذه الفئه، المسن، كبار السن، والشيخوخة أو أصحاب الشيخوخة. والمسميات دي كلها موجودة في المواثيق الدولية. في الدستور بتاعنا 2014 ذكر بكلمة المسن، ولهذا احنا اضطرينا ان احنا نتمسك بكلمة المسن. بس المسألة مش في المسمى، المهم المضمون وكافة الحقوق اللي ترتب. ما طبعا المهم المضمون، بس المسمى برضه بيبقى بيوجع، زي ما الست ما تتجوزش يقول لها انت عانس، ما هو المسمى غلس. يعني فحاجه لطيفه ان احنا يعني نعمل يعني تكريم ليهم كده، عشان خاطرك. لا مش عشان خاطري، عشان خاطرهم هم. طيب القانون، انا مش مختلفه معاك على فكره. يعني احنا يعني انا كنت مسميها كبار السن في البدايه، وبعدين لما رجعت يعني نصوص الدستور، خاصة المادة 83 من الدستور اللي اتكلمت عن حقوق المسنين بشكل عام او كبار السن بشكل عام. هو ايه التعريف الاجرائي لمسن او كبير السن؟ اللي يعني عنده اللي بيوصل ل 65 سنة. من 65 سنة؟ ده وفقا للقانون؟ وفقا للقانون ده كبير 65. تمام. واحتمال على فكرة ان ده يبقى في قانون العمل اللي هيتناقش ان شاء الله، ان برضو المعاش يبقى على 65 سنة.
والعالم كله بيتجه المعاش على نحو يعني ممكن القانون يتغير في السنوات القادمة، المعاش يبقى الواحد يطلع معاش من وهو عنده 65 سنة مش 60. والعالم بيتجه الى هذا الاتجاه لانه الفكرة. دلوقتي بعد تطور المنظومة الصحية على العمل وغيره، فبالتالي يعني نبقي على هذا السن. واللي حابب يطلع معاش بس ممكن نبقي، بس اللي حابب يطلع معاش وعنده 60 سنة، لا دي تبقى حاجة تانية. إذا كان هناك معاش مبكر والكلام دوت ممكن، ليه لا؟ بس في النهاية هو تعريف المسن اللي بيوصل إلى 65 سنة. طيب والقانون هنا بيسري على المقيم في مصر كأجنبي، بس بشرط إن هو يكون بيتعامل المصري في دولته بنفس المعاملة. طيب